التجارب التي تساهم في تنمية مجتمعاتهم. الزميلة سعاد سكاف والتفاصيل. إلى دبي حملت المدونة التونسية أميرة اليحياوي هموم المرأة ما بعد ثورة الياسمين، وحلت كأحد المشاركين في منتدى دبي ديبيتس الذي خصص فضاءه الافتراضي لمناقشة دور المرأة في ثورات الربيع العربي ومشاركتها السياسية في أنظمة ما بعد الربيع. هنا تفاعلت أفكار الأكاديميين والمدونين والناشطين الحقوقيين مع أسئلة الشباب والطلبة، إيماناً بقدرة النقاش على تحرير الكلمة ومنحها قوة التأثير والتغيير. أنا كبلوجر وخاصة كناشطة حقوقية في الإنترنت، لأن كل نشطاء حقوق الإنسان في تونس كانوا على الإنترنت، كان الفضاء الوحيد اللي كان عندنا فيه حرية التعبير، ولكن رغم ذلك كان الإنترنت مسكر في تونس. كي كنت في الثورة وحتى قبل الثورة كنت يعني ممنوعة من تونس. عادت أميرة إلى تونس بعد حالة النفي الذاتي التي عاشتها في باريس دفاعا عن حق المرأة في دور سياسي، فوجدت تيارا دينيا لم يتبلور بعد موقفه من دور المرأة في السياسة وصنع القرار، وهو الهاجس الذي يلازم المراقبين لشؤون المرأة العربية عموما. هناك جزئية أخرى وهو وصول تيار إسلامي متشدد، وهذا اللي هو التيار السلفي، والتيار السلفي قائم على بالنسبة للمرأة مبدأ القوامة ولا ولاية للمرأة، ويرفض تماما ويرى أن دور المرأة هو فقط محصور في البيت. طالبات الجامعة مهتمات بالاطلاع على تجربة أخريات في قضايا حقوقية جوهرية، وإن اقتصر دورهن على طرح الأسئلة والاستماع. أنا كخريجة من جامعة زايد وإماراتية، تهمني مثل هالمؤتمرات لأن أبني فيها جسور تواصل مع إماراتيات غيري ومع يعني حريم غيري، مو بشرط من الإماراتيات. كثير انبسطت لما لقيت في شيء مثل دبي ديبيت، أنه أنا أعبر عن رأيي فيه. أتمنى أني ألتقي بالنساء اللي هم يدخلون في المدونات الومن بلوجرز، يعني سو هذه من الأشياء اللي أنا مهتمة فيها. أنا مي جاسر أبو خلف. مناقشة الآراء المتضاربة حول موضوعات وقضايا سياسية ملحة في المنطقة نقلها شباب عرب ولدوا في الغرب ولاقوا دعما من مؤسسات المجتمع المدني، ما شجعهم على نقل تجربتهم بحق التحاور واحترام الآراء المختلفة. انطلاقتنا اجت مع الربيع العربي بنفس الوقت، بس انه ما كانش في تخطيط لها، بس انه في حاجة لهالشي، وانه راح بتكون هلا المجتمعات العربية منفتحة أكثر على تويتر، على فيسبوك، على هالأشياء. نحن عم نوصل، نحاول توصيل فكرة الرجل العادي، نوصلها للمجتمع بشو عم بفكر، شو ايش الاشياء اللي بخاف منها، شو تفكيره. لكن دبي ديبيتس الذي يروج لحريه الكلمه تسجل مواضيع نقاشاته مسبقا وتبث لاحقا على الشبكه العنكبوتيه بعد خضوعها للرقابه. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع إذن ينضم إلينا في الاستوديو بالعباس بن كريدة، مؤسس منتدى مناظرة دبي. أهلا وسهلا بك سيد بالعباس. سؤالي في البداية، كيف جاءت فكرة إنشاء منتدى مناظرة دبي؟ أعتقد أن نقطة البداية كانت تقريبا عبارة عن إدراك بأنه لا يوجد مكان للمناظرات في المنطقة لا تقوم حكومة عربية بدعمه. إحدى الأشياء التي أردنا عملها هو تشكيل مكان للمناظرات يسمح للناس بالمناظرات بشكل حر يقوم به الناس ومن أجل الناس. الشيء الآخر هو أن معظم المناظرات في المنطقة وفي العالم تتبع نظام من القرن 18، نظام بريطاني. اعتقدنا مرة أخرى أنه لا ينسجم مع ما يحدث في العالم العربي بكامله، إذن فكرنا في هذا المفهوم كاستجابة تطورية تقوم بحصاد قوة الإعلام الاجتماعي، وتقريبا يوجه لأي شخص يريد المشاركة. هذا يسمح للناس بالمشاركة في المناظرات ونشر المواضيع مسبقا، والشبان في العالم يمكن أن ينضموا إلى هذا. خلال
المنتدى الأخير أو المناظرة الأخيرة، يعني إلى أي مدى ترى أنه تفاعلت الأفكار بين المدونين والأكاديميين والناشطين الحقوقيين مع أسئلة الطلبة والشباب؟ كما قلت، جزء مما نفعله هو توسيع الخطاب بحيث أن جميع أنواع الناس يمكن أن يشاركوا. نشعر أن هناك هيمنة من جانب الصفوة، من جانب متوسطي العمر، ونتيجة لذلك وبدعم المنظمات غير الحكومية والشراكات الدولية، فكرنا في مناظرات توجه وتستهدف قضايا المرأة ومساهماتها في الربيع العربي. على سبيل المثال، كانت هناك أنشطة في المنطقة تسمح للناس بتحميل الفيديوهات، وحصلنا على فيديوهات من المغرب إلى بلاد الشام إلى الخليج، وأعتقد أن هذا مهم وطريقة مهمة للمشاركة في المناظرة. سيد بالعباس، ربما المنتدى تضمن مناقشة الآراء المتضاربة حول قضايا سياسية ملحة في المنطقة، ما هي أهم القضايا التي طرحت على طاولة النقاش؟ جزء من مفهوم المناظرات قمنا بتحديد موضوع أوسع وناقشنا العديد من القضايا. كانت هناك محاولات لمعرفة هل يجب أن تكون هناك حصص في البرلمانات العربية للمرأة، وهذا أخذين بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في المنطقة. ما فعلناه هو أننا قمنا بنشر قصائص من أشرطة الفيديو، وحصلنا على تعليقات بحيث أن أي عربي في المنطقة يستطيع أن يشاهد هذه القصاصات وأن يعلق عليها. ناقشنا عدة مواضيع ونشرناها. طيب، يعني إلى حد كبير تعتبر ثورة المعلومات وثورة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ركنا أساسيا لمنتدى دبي ديبيت أو مناظرة دبي. إلى أي حد ترى أن فيسبوك وتويتر مثلا كانوا يعني وغيره طبعا من وسائل الاتصال الحديث كانت ركنا أساسيا في حراك الثورات العربي بشكل عام؟ الإعلام الاجتماعي ليس هو السبب وراء الثورات، إنما كان أداة هامة، بالتأكيد أداة هامة، وأعتقد أنه نتيجة لطبيعة الإعلام الاجتماعي هذه الأداة كانت لها مزايا لم تتوفر في الماضي، لم تتوفر لنا في الماضي. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الثورات جاءت من الشعوب، والإعلام الاجتماعي ساعد الشعوب بشكل مستقل، بمعنى في اللحظة التي أسماء محفوظ استطاعت فيها أن تنشر فيديو على اليوتيوب، وهذا جرى خارج سيطرة الحكومة، كانت هذه اللحظة هامة. لا يمكن للحكومة أن تسيطر على هذا الشيء، لا أحد يمكن أن يمنع الإنسان من أن يدعو إلى نقابة عمالية في سوريا مثلا أو اتحاد عمالي. إذن الأنشطة الاجتماعية تم تقنينها عبر الفضاء العام الإعلامي. شكرا إذن سيد بالعباس بن كريدة، مؤسس منتدى مناظرة دبي، شكرا لك على هذه التوضيحات وبالتوفيق لكم في منتديات أخرى. شكرا. مشاهدينا، سجال إلكتروني بين المجلس العسكري الحاكم في مصر والمتظاهرين، أدواته ليست الكلمات وإنما مقاطع الفيديو التي اتخذت من الإنترنت جبهة لها على أثر قيام كل من المجلس العسكري والمتظاهرين ببث مقاطع فيديو يدين كل طرف فيها الطرف.